وان شاء الله طايعين كل الاوامر. وكاننا قاعدين يعني تعودنا، قضيناها اكل، مطبخ، تلفزيون، بس حرب عشي ايش عندنا غيره؟ صحيح صح جمعية. صح كلامك. اي لا انسى جمعيه، رحت الجمعية طبعا. هذا اقوى مشوار في اليوم. نعم، لان روحت الجمعية اصبحت مغامرة خطرة، صح. وممكن ساعات تكون غير محسوبة العواقب. فالناس يعني اللي امس شفته صالح عندنا في الجمعية، جمعيتنا، لا كان انتحار، كارثة يعني العالم فوق العالم. نعم يا جماعة، يعني شوي نهدي، كلنا راح ندخل، بس ان نكون فوق بعض لا، مستحيل. صحيح الشباب مو مقصرين، بس بعد صحيح حاشتهم حالة من الهلع، مع ان الحمد لله يعني الغذاء كل شيء متوفر عندنا، الحمد لله والديرة كلها بخير، حكومتنا موجودة. صحيح. وخيرنا سابق وكل شيء، والحكومة قاعد تطمن الجمهور وتقولهم كل شيء موجود. يا جماعة الخير اهدوا شوية، الحمد لله احنا بوضع امن وامان. صحيح. وما حد بيموت من الجوع. انا بس بسأل سؤال، اللي خزن اكل واللي خزن خبز لا سمح الله، بعيد الشر عن الناس كلها، ياك هالمرض ايش بتسوي باللي خزنته كله؟ صحيح صح. يعني هذا السؤال. فيا جماعه اخذوا اللي على قدكم، على قد حاجتكم، لان حرام يعني ينتهي كل شيء ويتم الاكل بمكانه ويختلف. نعم، والخير موجود والجمعيات التعاونية موجودة، وكانوا ولكن يمكن الناس شوية فزعت خلال اليومين اللي طافوا، بس خلاص عدينا هذه زحمة الجمعيات. الحين أعتقد أن هناك حجز، وممكن أنت وين اليوم يا صالح؟ أنا واقف دور بسيارتي حق درام الغاز، عندي درام غاز خلص. نعم، الحين خلاص من اليوم لمدة 20 يوم تستطيع أن أنت تحجز ويوصلك كل شيء. شوف خليني أقول لك شيء، أتمنى وأرجو أن حتى بعد انتهاء الأزمة نكون إحنا كشعب تعودنا على الأونلاين، وإن شاء الله يكون كل شغلنا أونلاين خلاص. صحيح. صحيح. يعني جمعيتنا أونلاين، حتى البقالة اللي نبيها تصير أونلاين. نعم، وأنت معانا الحين مشاري البلام أيضا أونلاين.